السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا الجزء الثاني من لعبة الغزل، وهنا كنا وقفنا آخر مرة في الجزء الأول. وطبعا اللي ما تفرج الجزء الأول يمشي تفرج عشان ما راح يفهمش كل شيء في الفيديو. كنا وقفنا في البحر لما عمر كان بيقتل الخرفان، ولما قتلهم الحين راح يمشي لمركز الشرطة عشان يبدأ تختيم اللعبة بإذن الله في هذا الفيديو، ويبقوا معانا عشان ختم اللعبة وتشوفوا عمر كيف راح يختمها. الآن نبحث عن مركز الشرطة لنبدأ في تختيم اللعبة يا سادة، وهنا مكان التختيم. ونبدأ، شوفوا شباب، شوفوا المشاهد السينمائية الفيلمائية، شوفوا البوابة. وصلنا، شوفوا الملك الزعيم الأسطورة راح نهاجمه. حركة الغزالة السحرية، شوفوا صوت أسطورة. ايه ابلع، يلا أسطورة، ايه ايه ابلع 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 ايه ايه ايه. خلينا نهرب شوية، خلينا نرجع له. باين عليه قوي شباب، والله قوي. اضرب اضرب اضرب، لازم لنا سلاح شباب عشان يفيدنا في قتله. خرجنا السلاح، عنده شباب سلاح واحنا ما عندناش ولا شيء. شباب ايش ده الظلم، ايش في هو السلاح. خلينا اوكي، بسم الله اضرب. لازم نتغير الوضعية. اوكي اضرب 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 اضرب. هذا مرن اكثر من سلايم. بسم الله، شوف شوف يسوي اي 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 اي. لازم لنا سيف، اذا كان موجود سيف لازم لنا سيف. اوكي، من امها اي فايدة السلاح، فخلينا يعني نزوله. اي شر شباب، ليش مزال اضرب شباب تجي فيهم يحسبوا ولا شيء. او سيف هذا اللي يتكلم معي يا حبيبي. اضرب اضرب، علم يلا علم يا معلم. وسع الطريق عشان المعلم جاي. انا المعلم، معلم على طريق. يلا ابلع تلعبوا، راح تموت. اجل انا اجل، راح تموت موت موت. خرج كمان، هو خرج سيفه. لازم سبب نفوز على وش نموت نحن. الله يضرب يا مدير. اقلق اقلق اقلق، حلو. اتوقع ما مات، ايوا جاب له صاحبه، شاف صاحبه السيد اسود. سيد اسود شباب، بس انت ايزي انت ايزي انت ايزي. بس مش خليني اتعلم، خليني مع الكبار. مش يا صغير، توكل على الله، هذا مو حركة الكبار. انت مش صغير، بس توكل. اقتل ابوك، مش خلينا هذا اتفهم معه. ابلع ابلع، يا راح اموت راح اموت راح اموت يا حبيبي، راح اموت راح اموت يا حبيبي. اش واحد حاجة راح نقوى وحدة، بس ما نموت هنا، بس تلقى وحدة نموت هنا. المشكلة بقل شوية. يودا 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 ما يودا يودا، راح نعوده هذه المرة تكون أسرع. هجوم هجوم بالمعزة السرية، هجوم وقتل كم القتال، راح نقتلها بسرعة كما قلت لكم شباب. ايوا هذه المرة راح نقتلكم بسرعة، راح اقتل بسرعة. جابت سيف وجابت سيف، وين السيف وين السيف حقي. ها هو سيف، تي سيفي يا ظالم، اعطيني سيفي. لازم اغير الوضعية، الوضعية المعزية تغيري تغيري. شوف شوف ايش امشي ايه. ابغى اختم اللعبة ولا اصلح شباب شباب اللعبة قلتات. هاي ايوا غيرت الوضعية واخيرا اخوذ السيف. سيف الساموراي، سيف الساموراي، ما ادري الساموراي. ايوا ايوا ايوا، ابلع ابلع. كفو كفو عليه كفو عليه. اهرب اهرب، لازم اقتل. ليتس جو اقتل المستوى الثاني. اقتل 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 يا مدير، بلا تبالي. لا الهروب، هروب. توكل 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 على ربك، توكل على ربك، توكل على ربك. لا شاب، راح نموت راح نموت. اقتل اضرب
من النار، اضرب من النار. اقسم بالله لو مت نار راح ازعل، لو مت نار راح ازعل كتير. اقتل 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 الدورية المتدورة الفضيرة، مو لات جو في اخر لحظات، لات جو وقتلناهم. ابلعوا توكل على الله، توكل على الله. اهربوا بس اهرب، يلا يا خواف يلا امشي بسرعة. انا كمان قرت والله والله من رحم الله. التحول من تحول الى قلب هو مع زاتين. لا لا بلعنا بلعنا برعس جلعس برعس. شباب يلا بشوية بشوية شباب، ذكاء ذكاء شوية شوية شباب. ما ادري راح افوز اول مرة، اقسم بالله فزت مرة مرة اولى لازم لي لايك ويشيرك اقسم بالله، عشان الموضوع مرة صعب كده تختيم اللعبة كده. لو حسبتوا مجموع الاوقات راح تطلع لكم اقل من 45 دقيقة، يعني نص ساعة بالكتير كده. شباب يا رب يا رب كده يكون الموضوع مرة حلو ونفوز باذن الله باذن الله. يلا براس حلو 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 لو قربنا، هنا عندنا قلوب اكثر منه الحين يا مفتري. لين جولاس براس حلو حلو، فوزنا ليتس جو فوزنا. قلبين نحن 5 قلوب، اوكي 4 قلوب قلبين. ما راح تسوي شيء، ما راح تسوي شيء خوف، ما راح تسوي شيء خوف. والله كان لازم تسوي راس، ولكن ما كنتش مركز بالرأس يا ردي تالك. قال لازم اضرب له القلب، القلب بوم بلا شباب. راح اجرب هذه المرة اقتله، والمرة القادمة راح اسوي لكم انا جزء هذا الجزء سوا عمر. المرة القادمة راح اسوي لكم انا جزء، وراح اوري لكم اذا تكينا لا اقتله دونت فاير ايش راح يصير. والحين تكينا فاير وقتلناه مسكين، الله يرحمك كنت شخص طيب، بس انت اللي بديت الحرب. وابلع وما راح ابكي، وابلع يلا وابلع شباب. وكده راح تكون انهينا تختيم اللعبة، التختيم سبيد ران، تختيم في وقت قياسي تاريخي. وبس ابلع وما راح ابكي، ابلع ابلع يا غزالة كل رجل. وبس كده راح يكون انتهى مقطعنا اليوم، ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة عشان ننزلكم الجزء الجديد، عشان نسوي لكم كيف راح يصير اذا تكينا دونت فاير. وبس بيس اوت في فيديوهات قديمة.